رصدت مفوضية الانتخابات 17 مخالفة للحملات الدعائية في المثنى و25 مخالفة في محافظة بابل. عدد المخالفات اللي حصلت عندنا هي 17 مخالفة، 8 مخالفات لم تزال بعد لحد الآن، وباقي المخالفات تم إزالتها ضمن أحزاب وأحزاب معروفة، وتم رفعها إلى المكتب الوطني إلى اللجنة المركزية، وراح تعرض إلى على الأمانة العامة للمجلس الفوضي. تواصل فرق الرصد المنتشرة في عموم المحافظة اللي يبالغ عددها 37 فرقة رصد لرصد المخالفات الدعائية لوضع الدعاية الانتخابية، وخصوصا في المناطق الخضراء ومناطق القريبة على مراكز الاقتراع. ومكتب انتخابات بابل سجل لحد اللحظة بحدود الأكثر من 25 مخالفة تم رفعها إلى المكتب الوطني.